مساءكم خير، ولسه بنكمل مع حضراتكم التاسعة وفي الاستراحة ما بين الشوطين. وللي انضموا لينا في هذه الاستراحة ما بين الشوطين، في موضوع يعني مهما انشغلنا بالكورة ومهما استعدينا وفرحنا وانبسطنا بشهر رمضان ومهما حسينا وتابعنا انه في اخبار كتير بتحصل حلوة وجميلة ومبهجة، هيفضل عندنا تحدي لبعض الناس وتقل كبير جدا جدا لبعض الناس، وهم عند بعض الناس هو غلاء الأسعار والتضخم اللي حاصل بسبب أيا كان السبب، الأزمات العالمية، التحديات الاقتصادية، تعويم الجنيه والظرف الطارئ اللي بيفرض علينا أننا لازم نساعد استقرارنا بهذا أيا كانت الأسباب. اوعى حد بقى يغرقك في تحليل الأسباب، واوعى تنسى وانت بتحلل الأسباب أنك تتكلم عن التقل الحقيقي اللي بيواجهه المصريين. وبالتالي لما اتكلم عن وقفة الدولة وعن محاولات الدولة لاحتواء هذا الثقل، هذا لا يلغي أبدا أن هناك ثقل حقيقي. وانت بتدعي كده للمنتخب النهاردة، ادعي كمان أن كل واحد بيعول بيت أو أسرة ما يعديش عليه الوقت ده صعب، وما يعديش عليه الغلا صعب، وما يبقاش أبدا ضحية لجشع أي حد بيستغل الوقت الصعب ده. الأوقات الصعبة بتيجي وبتعدي وهتحصل، وحصلت قبل كده وعدينا منها وافتكرناها وحكينا عنها كقصة نجاح، ودي كمان هتعدي ونحكي عنها كقصة نجاح. لكن لحد ما تعدي لازم يعني إذا صح التعبير نتواضع جدا وإحنا بنتكلم عن الموضوع ده. ما حدش فينا يتكلم عنه من فوق، ولا حد فينا يقول لك انه بسيط، ولا حد فينا يقول ان لا الدولة مش حاسة بالتحديات. لو كانت مش حاسة بالتحديات كانت أجلت قرار رفع المعاشات بسرعة في 1/4، كانت ما اهتمتش بفكرة الشهادات الاستثمار 18% عشان تنقذ استثمارات الناس. لا، الدولة حاسة بالثقل، واحنا بقى حاسين ببعض ولازم نحس ببعض. واللي فينا كان بيعمل خير كده من باب انه الخير في شهر رمضان وده موسم الخير، للخير بقى عند اي حد يقدر بقى واجب انساني، وما بقاش خير وتفضل وصدقه خالص، ده بقى واجب انساني بيمليه عليك اذا كنت تقدر وعارف وحاسس. ولسه ربنا بيمن عليك بنعمه الاحساس، يعني ان اللي جنبك مش قادر لازم تعمل حاجه. على كل حال، الموضوع المهم اللي برضو حديث الساعة وسؤال الناس هو شهادات الادخار الجديدة واللي العائد بتاعها 18%. كده وبدون تفكير أي حد عنده مدخرات هيبقى شايف أن ده استثمار مهم جدا وجيد جدا، والدولة طرحته في بنكين حكوميين، بعض البنوك الحكومية فتحت أبوابها على مدار الأيام اللي فاتت، وتحية بصراحة اللي بيشتغلوا في البنوك. وكمان الخبر المهم جدا انه النهارده وبكره البنوك مفتوحه لاستقبال طلبات اصدار شهادات الادخار ذات العائد 18%. رقم مهم جدا عن حصيله هذه الشهادات، رقم هو مش مهم انك تقول ان في فلوس كتير ولا في فلوس قليله، ما هي فلوس موجوده جوه مصر، لكن الرقم كبير 57 مليار جنيه. ده يخليك تترجم انه رقم كبير جدا، ويترجم لنا اسئله كتير بقى عايزين نسالها لاساتذه التمويل والاستثمار عن التزامات الدولة وعن البنوك وعن تفاصيل كتير يمكن احنا لسه اللي ما عملش الشهادة او اللي بيفكر او القلقان او اللي عنده شهادات تانية لسه عنده اسئلة كتير. دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار معانا على التليفون، ومساء الخير على حضرتك. حياتي لحياتك والسادة المشاهدين. دكتور هشام، مباشرة كده في حوالي 35 سؤال هسأل حضرتك منهم في ثلاثة النهاردة. أولاً، شهادات الـ 18% من الناحية الاستثمارية بالنسبة لأي حد عنده مدخرات مالية هي حل جميل جداً، لكن دايماً السؤال اللي عند الناس اللي عاملة شهادة بـ 11% واللي لسه استحقاقها بعد سنتين، واللي عامل شهادة بـ 12% وأياً كان بقى النسب السابقة، دول حضرتك تنصحهم بإيه؟ وهل تنصحهم بإنه يتعجل ويفك الشهادة بتاعته ولا يستنى؟ أول فئة عندها أسئلة ولسه مترددة هي الفئة دي، رأي حضرتك إيه؟ هو بداية حضرتك بديتي بالسؤال الأصعب. بس هو مش صعب بس على حضرتك، هو صعب على الجميع. لكن هو هيبقى سهل تماما على موظفي البنوك، بمعنى إنه ما انصحش إنه أي مواطن ياخد قراره في هذه المسألة
بقطع الشهاده قائمه والدخول في الشهاده الجديده الا بعد ما يستشير موظف البنك. ليه؟ لانه هذا القرار بيبنى على عدد من الامور. الامر الاول هو سعر الفايده على الشهاده الحاليه بتاعته كام؟ المساله الثانيه هو تاريخ ربط الشهاده دي كان امتى؟ وتاريخ صلاحيه او انتهاء صلاحيه هذه الشهاده امتى؟ والعوائد اللي حصلها قد ايه؟ وبالتالي قد يكون او في الجزء الاكبر هيبقى تكلفه القطع لا تغطي الانتقال من الشهاده الحاليه للشهاده الجديده، اخذا في الاعتبار انه الشهاده الجديده مدتها سنه بس. يعني لو كان الشهاده الجديده دي مدتها سنتين او ثلاثه كان ممكن يبقى الاتجاه الاقرب انه يحصل قطع للقائم حاليا ويحصل دخول فيه الجديد، لكن اما وانه اجل الاستحقاق للشهاده الجديده هو عام فقط، فقد يكون تكلفه قطع الشهاده الحاليه توازي تكلفة أو العائد اللي ممكن أنه يحصل عليه إذا ما انتقل من الوعي الحالي للوعي الجديد. لكن نرجع نقول ونأكد تاني على أنه على المواطن أنه يشوف الموظف الخاص بالبنك بتاعه، يسأله، هيفتح قدامه الشاشة، هيبص على تاريخ البداية، تاريخ النهاية، العوائد اللي اتحصلت قد إيه، وحل القرار. ساعتها موظف البنك هينصحه بكل تأكيد بمنتهى الأمانة هل الأفضل أنه يقطع الشهادة الحالية ويدخل فيه الشهاده الجديده او يستمر في القائم حاليا. طيب يعني يا دكتور حضرتك بتقول ما فيش قاعده لانه العوامل الكتير، سعر الفايده بتاعه الشهاده وتاريخ الربط وتاريخ الانتهاء، دي كلها عوامل تختلف طبعا من واحد للتاني. ممكن تكون تكلفه القطع تتخطى 60% من العوائد اللي هو حصلها فعليا. بالظبط. وبالتالي علشان كده بناكد على انه ما يجبش انه المواطن البسيط العادي ياخد القرار منفردا عن موظف البنك، لانه مهم قوي انه يستشير، لانه دي ليها حسابات كتير. بالظبط. يعني حتى لو كان يعني مهما كان او مهما بدا 18% ده رقم مغري، لازم تحسب حسبتك بناء على حجم مدخراتك. ويعني خلينا نقول مثل يا دكتور، احنا بنفهم اكتر بالمثل. يعني مثلا لو انا عامل شهاده السنه اللي فاتت ومدتها 5 سنين وفايدتها 11%، بحسبه تقريبيه كده انا هخسر ولا هكسب لو فكيت الشهاده اللي قدامها لسه 4 سنين ورحت عملت شهاده 18% لمده سنه؟ هو نقطه البدايه اولا هو الشهاده الحاليه بدت امتى؟ والعوائد اللي اتحصلت عليها قد ايه؟ بدت من سنه مثلا، بدت من سنه والعائد 11% يبقى هو حصل على 11%. لما هيجي يقطع هذه الشهاده هيسترد جزء من العائد اللي هو حصل عليه. يعني ال 11% اللي هو خدها على مدار سنه ممكن انه يتخصم منها في الغالب 6%، ما بين 5 و6% من العوائد اللي هو خدها. بالظبط. وبالتالي القيمة الإسمية بتاعته القائمة حاليا مش هتبقى هي، هتبقى أقل. وبالتالي لما يجي يدخل في الشهادة الجديدة اللي هي ب 18%، فاحنا بنتكلم ممكن يكون خسر مثلا هو 6%، والفرق ما بين ال 11% وال 18% 7%، فحسبة بسيطة نقول انه لا يدخل في الجديدة، بس اخذا في الاعتبار انه الجديدة مدتها سنة بس. لكن الشهادة القائمة حاليا لسه قدامه 4 سنين. هل لو هو خد هذا القرار ودخل في الشهاده الجديده وانتهت بعد سنه، سعر الفايده بعد سنه هيكون 18 ولا هيكون 11 ولا هيكون اقل من كده؟ بالظبط. دي حاجه بقى مش معروفه عند اي حد، مش كده؟ عشان كده بنصح المواطن العادي انه يستشير موظف البنك، وفي النهايه طبعا القرار هيكون لصاحب الاموال او صاحب الشهاده، لكن عليه انه يستعين للاستشاره بموظف البنوك. طيب سؤال تاني بقى يا دكتور، وهو ال 57 مليار ده رقم كبير، و57 مليار دي استثمارات يعني بعضها جه من استثمارات دولاريه اتحولت لجنيه مصري. لا، مبدئيا احنا تخطينا هذا الرقم بكثير. بجد؟ بقينا كام تقريبا؟ يعني تجاوزنا ال 150 مليار. واو، ده رقم كبير قوي. ودي اعتقد انها بعضها مصدرها مدخرات دولاريه اتحولت لجنيه، وبعضها مصدرها مدخرات في بنوك اخرى، مش كده؟ هو مبدئيا هيكون 3 امور. الامر الاول هو شهادات او اوعيات داخليه قائمه حاليا بيحصل استبدال او بدل، فدي اموال داخل البنوك ذاتها. بالظبط. الامر الثاني هو الفريشمان اللي بيجي من بره. والجزء الثالث هو اللي عنده نقد اجنبي وبيتنازل عنه ويحصل على جنيه علشان يوظفه بال 18%. مبدئيا الارقام بتقول لنا حتى الان انه حصيله التنازل نسبه الزياده فيها تتجاوز ال 50%. يعني اذا كنا احنا معتادين على رقم لبيع نقد اجنبي داخل البنوك، حاليا لا، النسبه تتخطى ال 50% زياده عن المعتاد داخل القطاع المصرفي. معنى كده ايه؟ معنى كده امرين. الامر الاول انه حائز الدولار شايف انه الدولار وصل لنقطه مرتفعه يمكن ان ينخفض من بعدها.
وبالتالي بالزبط. بيستغل وصول الدولار نقطة عالية عشان يبيع عندها، علشان لو الدولار بدأ يتراجع يبقى هو كسب. يبقى هو كسب. المسألة الثانية هو ال 18%. فالمقارنة ما بين مش بس سعر الصرف لكن كمان ما بين سعر الفايدة على العملتين، بمعنى انه الجنيه بيدي 18%، الدولار بيدي 1.2%. فالاحتفاظ بالدولار معناه خسائر قد تتجاوز 15%. فهي المسألة انه ممكن ان انا احقق مكسب في سعر الصرف، انه انا ببيع عند نقطة عالية، والمسألة الثانية انه انا بستفيد بفرق الفايدة في على فيما بين على الفايدة على الجنيه والفايدة على الدولار. ده حلو جدا المعلومة دي، لانه يعني اللي حاط الدولار ومتوقع انه يزيد اكتر من كده، حضرتك شايف انه ده قريب او ده احتمال بعيد؟ هي الحسبة كالآتي، اللي معاه دولار وعايز يحتفظ بيه تمام، ده على امل انه بعد سنة هيعوض فرق سعر الفايدة ما بين الدولار والجنيه قفزة في سعر الصرف. بمعنى ايه؟ بمعنى انه هقول سي كده انه سعر الفايدة على الجنيه 18، سعر الفايدة على الدولار هفترض انه 3%، فيبقى الفرق ما بين الاثنين 15%. لو احنا بعد سنة هنفترض او هنبني احتمال انه سعر الدولار هيزيد قدام الجنيه 15%، اللي هو تقريبا بنتكلم على ما يقترب او ما يتجاوز 2.5 جنيه 3 جنيه، يعني الدولار يقفز من المستوى الحالي هنقول مثلا 18 يبقى ب 21 جنيه. هل ده احتمال قائم ولا مش قائم؟ كل واحد بيحسبها، بس اخذا في الاعتبار مساله اهم للغايه، انه احنا حاليا احنا بنعيش ازمه عالميه، ازمه ماليه عالميه حقيقيه، لا احنا بديناها ولا احنا هننهيها، ولا احنا عارفين هي بدت الحقيقه ليه، ولا احنا عارفين هي هتنتهي ازاي. فاحنا الحقيقه كلنا راكبين في سفينه للاسف الشديد، اللي بيقودوا السفينه على المستوى الدولي هم الكبار اقتصاديا، اللي غاب لغه العقل والحكمه، والحقيقه بيجروا المجتمع الدولي كله لدفع ثمن ليس لهم فيه ناقه ولا جمل. وبالتالي احنا الحقيقه مساله انه الدولار، احنا مبدئيا الحسابات بتاعتنا الحقيقه طبعا انه احنا خفضنا قيمه الجنيه بنسبه جيده، لكن المفترض انه ان شاء الله الامور تسير على خير، لكن اخذا في الاعتبار انه الازمه المشتعله دي وحرب تكسير العظام اللي بيتم فيما بين الكبار، احنا مش عارفين هينتهي بينا لحد فين. لكن مؤكد الحكومه، وده اشار لي السيد رئيس مجلس الوزراء امس في على هامش افتتاحه لمعرض اهل رمضان، الحكومه مجهزه نفسها لكل السيناريوهات بما فيها السيناريو الاسوأ. طيب بشكرك، بس قبل ما انهي مع حضرتك عايزه بسرعه جدا حضرتك تقول لنا تحديات البنوك الخاصه، اذا كان في اموال بتخرج منها هل ده تحدي كبير، وتحديات الدوله ايضا في تسديد ال 18%، الرؤيه لاداره كل هذه التحديات الكبيره في مجال الاستثمار جوه مصر ممكن تكون روشتة الخروج منها ايه؟ طيب صحيح في تحدي بالنسبه للبنوك الخاصه، بس خلينا نقول المسألة هامل الغاية، والحقيقة نعطي لأصحاب الحقوق حقها، البنك الأهلي وبنك مصر، إنه الحقيقة هي بنوك عامة تدار بخبرات مصرية خالصة، ولكن الحقيقة اللي موجود عندهم وأتمنى يكون موجود في كافة البنوك الخاصة هو البعد الوطني. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه البنوك دي بتتحمل تكلفة كبيرة جدا، البنك الأهلي وبنك مصر بتحملوا تكلفة كبيرة، بعيدا عن حسبة المكسب والخسارة القريبة، هم هدفهم اعلى او اكبر من مجرد انه البنك بتاعه اللي هو بيديره يعمل ارباح. حسبته انه الوضع الاقتصادي يتحسن، ولما الوضع الاقتصادي يتحسن هو كبنك هيستفيد. بالظبط، وهو دي البعد او وجهه النظر اللي بطلبها في كل البنوك الخاصه واداراتها، انه صحيح معيار المكسب والخساره معيار مهم لازم تغلبوه، لانه هتتحاسبوا عليه وهتاخدوا مكافئات وحوافز عليه، لكن كمان ناكد على انه كل ما الوضع الاقتصادي هيتحسن، وده اللي احنا الحقيقه الهدف اللي لازم نغلبه جميعا، ان احنا كلنا الحقيقه مصريين لازم نغلب هدف انه الاقتصاد يتحسن، ولما الاقتصاد يتحسن كلنا في النهايه كبنوك هنستفيد. بالظبط، بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار. تحديات حقيقيه، محاولات حقيقيه وجاده جدا من الدوله لانها تواجه التحديات دي. احنا كمان هنتغير في الفتره دي، هنتغير طريقه ادارتنا لاموالنا، اهو حتى واحنا بنسال كده دكتور هشام بنعرف معلومات، اعتقد انه كتير مننا ما كانش بيركز قوي في الحكايه دي، ولو فكينا وعملنا وغيرنا ما حدش بيركز قوي في التفصيله دي، لكن هنتعلم ندير اموالنا، هنتعلم ندير اقتصادنا واقتصاد الاسره، هنتعلم نستغنى عن حاجات احيانا، هنتعلم نبص جنبنا ونشوف حوالينا احيانا تانية،
وهنعدي وهتخلص الفترة دي وهنفتكرها ونقول إنها قصة نجاح جديدة إحنا قدرنا عليها.